مشاهدينا الكرام، دعوني أرحب بالخبير الاستراتيجي في مجموعة إيكويتي السيد رائد الخضر الذي ينضم معي من دبي. حياكم الله سيد رائد. حياك الله. أهلا سيد رائد. نبدأ من الأسواق، أسواق الأسهم الأمريكية. يعني منذ أيام وعند الافتتاح اليوم شهدنا هنالك خسائر في الأسواق الأمريكية في مؤشراتها الأربعة. طبعا بلا شك التراجعات التي شهدناها خلال التعاملات الأخيرة في الأسواق الأمريكية ترجع إلى البيانات يوم الجمعة المخيبة للأمال فيما يتعلق بسوق العمل الأمريكي، حيث جاء تقرير الوظائف الغير زراعية الأمريكي دون التوقعات، وهذا يعطي إشارات استفهام كبيرة حول أداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية وحول نوايا السياسات النقدية. هذا خلق نوعا ما يعني حالة من العزوف عن المخاطرة من قبل المستثمرين وسبب تراجعات واضحة في معظم الأسواق، لكن تعود الأسواق مرة أخرى للتعافي لأنه نحن في عنا يعني منظور بعيد نسبيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد، أن أداؤه بالفترة الماضية كان جيدا وأن تعثر بيانات الوظائف الغير زراعية الأمريكية يوم الجمعة ما هو إلا مرحلة مؤقتة سيعود مجددا للتعافي مع إضافة المزيد من الوظائف في الفترة القادمة عندما يتضح أكثر نية صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن برامج التسهيل والتيسير. هذا ممكن أنه يغذي مستقبلا أن يكون هناك الحاجة إلى إبقاء على سياسة سهلة تيسيرية، يعني قروض متوافرة في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة ممتدة أطول بعض الشيء، من شأنه أن يعيد أسواق الأسهم للارتفاع مرة أخرى. ولكن التراجعات كان مصدرها واضح وهو يعني بكل وضوح البيانات المخيبة للآمال فيما يتعلق بالوظائف الغير زراعية الأمريكية، كانت عند حوالي 700,000 وظيفة وهو أقل من المتوقع. إجمالا ما ننظر إليه أنه الاقتصاد الأمريكي خلق نوعا ما في الفترة الماضية أو في العام الماضي استفادة كبيرة من برامج التحفيز الاضطرارية التي كان قد تبعها خلال فترة الكوفيد أو انتشار كورونا، وبلا شك أن يعني الانتقائية من قبل المستثمرين في الفترة القادمة ستكون أكبر وأكثر، يعني سوف يكونون أكثر حذرا بانتقاء الأسهم التي سيحتفظون بها في الفترة القادمة، لأن هناك مجموعة من القطاعات التي قد لا تتضرر في حال الحديث عن تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة أو تقليص برامج شراء السندات المتبع حاليا. طيب أستاذ رائد، يعني اليوم كيف ننظر لظهور سلالات جديدة من المتحور كورونا منها دلتا، وهنالك أنباء عن هناك متحور جديد اسمه ماو وغيرها، كيف سيدخل دلتا الاقتصاد وهل سيدخل دلتا الاقتصاد العالمي في انتكاسة جديدة، أم أن الاحتياطات من قبل الأسواق العالمية بدأت موجودة منذ الآن؟ يعني تماما، يعني أنت جزء من الإجابة في نهاية السؤال. تماما، التجربة مرت على الاقتصاد العالمي ككل وبدأت يعني عتبة الخطر ترتفع نسبيا، بمعنى أنه تحتاج عدد أكبر من الحالات حتى يكون هناك تدق نواقص الخطر. يجب أن يكون هناك مزيد من الحالات حتى يبدأ صناع السياسة المالية داخل الدول باتخاذ إجراءات، أو حتى أصحاب السيادة في الدول باتخاذ إجراءات من شأنها إغلاقات اقتصادية أو ما إلى ذلك. حتى الآن هذه المتحور دلتا يمكن استيعابه أو يتم استيعابه نسبيا، والمتحور الجديد كذلك الأمر على الرغم من الارتفاع الطفيف، ولكن الاعتماد الأكبر هو على الانتشار والتوسع في عملية التطعيمات. نحن بدأنا نصل إلى مستويات أعلى فيما يتعلق بالتطعيمات، ويعني لا يخفى على أحد أن هذه التطعيمات يعني تقلل من الآثار السلبية يعني خلينا نقول بكل وضوح يعني الأعراض
المتعلقة بفيروس كورونا، وهذا يقلل نوعا ما القلق من الانتشار بشكل كبير، أو حتى يتم استيعابه نوعا ما بالإجراءات الاحترازية المعتادة دون أن يكون هناك يعني تمادي في عملية الإغلاقات الاقتصادية. الإغلاقات الاقتصادية هي التي تضر، وهي التي تسبب نوع من الأثر المستدام السلبي الذي يحتاجون إلى العديد من السياسات المالية والنقدية لاتباعها لفترة ممتدة لتغطية الآثار السلبية التي تحدث. طالما لا يحدث إغلاقات اقتصادية في الوقت الراهن، بالتالي يعني يتم احتواء هذا الأمر. بلا شك نحن مقبلين على موسم الشتاء، وهذا ممكن أن يؤثر نوعا ما من زيادة الحالات الإصابة بالإنفلونزا أو ما إلى ذلك، بالتالي ممكن أن يكون هناك ضغط. ولكن أعتقد عملية الإغلاق الاقتصادي للاقتصادات العظمى نحن نتحدث سوف تكون خارج النطاق، لأنه تم اتباع العديد من المنظومات التي تمنع نوعا ما أن يكون الأثر سلبي لمتحور جديد أو لكورونا الحالية أو حتى لأي متحور آخر. طيب كيف تنظر إلى استعدادات الدول لدفع عجلة الاقتصاد ما بعد كورونا، وكيف ستكون الخطة لإعادة الروح لاقتصادات ما قبل العام أو العام 2020؟ يعني تشبه العملية حقيقة بعملية الضغط السلبي. يعني الضغط السلبي اللي هو ما إن يعني يتم رفع الإجراءات الاحترازية المالية والنقدية التي تم اتباعها وهي السياسة النقدية، سوف يكون هناك يعني اندفاع بالطلب، والاعتماد على اندفاعة الطلب هذه هي التي تعمل على رأب الصدع أو تعيد الاقتصاد مرة أخرى لوضع أفضل. وأنا أتحدث عن الاقتصاد العالمي ككل. بالتالي لا يزال عملية فتح الاقتصادات التي جرت وعودة الطلب إلى وضعه الطبيعي نوعا ما وتحرك عجلة الإنتاج والاستهلاك في آن معا يعني بإجراءات محدودة وبسيطة يعني كافية أن تعيد الاقتصاد نوعا ما بشكل سريع. العقبة سوف تكون هي بعد أن يعود الطلب ويتوقف عن النمو بنتيجة أنه الضرر قد حدث في العديد من المفاصل أو القطاعات الاقتصادية. يعني بكلمات أبسط، عندما يتوقف الاقتصاد عن النمو يحتاج أو تضطر الدول إلى خلق سياسات تحفيزية جديدة. حتى الآن هم الآن في عملية تخارج من السياسات التحفيزية الطارئة التي تم اتباعها خلال أزمة كورونا، وعودة بالاقتصاد إلى وضعه الطبيعي حتى لا يكون عندي هناك يعني خروج عن السيطرة فيما يتعلق بمستويات التضخم. طيب ما هي توقعاتك الجديدة لمسار الاقتصاد العالمي وآفاق التعافي وسط هنالك البعض يعني من الدول لديها تعثرات في جهود التطعيم؟ خلينا نقول الأول على أو الدول التي سوف تدخل سريعا في عملية التعافي أو دخلت فعليا وتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، هي مرتبطة أكثر بالسلع، يعني اقتصادات السلع على رأسها نتحدث عن الاقتصاد الأسترالي والاقتصاد النيوزيلندي يعودون سريعا إلى الوضع ما قبل الأزمة. الاقتصاد الأمريكي بنتيجة الإجراءات التحفيزية الضخمة والتيسيرية الضخمة التي تم اتباعها هو مرشح أيضا للعودة بشكل سريع. الاقتصاد الأوروبي قد يتأخر بعض الشيء في عملية التعافي والعودة إلى ما قبل الأزمة. وخلينا نكون واضحين، الوضع قبل الأزمة كان أيضا ليس بإيجابي بشكل كبير، يقتصر على مجموعة من الدول ضمن الاتحاد الأوروبي وليس كل الدول. بالتالي عم نشوف إيطاليا كانت تعاني، إسبانيا كانت تعاني، اليونان كانت تعاني حتى يعني قبل أزمة كورونا. بالتالي عودة الاقتصاد الأوروبي ستحتاج إبقاء على سياسة تيسيرية وتحفيزية لفترة أطول، أسعار فائدة أدنى لفترة ممتدة، وهنا سوف يكون هناك تحدي، لأنه راح يكون عندي بدء برفع أسعار الفائدة في اقتصادات عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة وأسعار فائدة منخفضة داخل المنطقة الأوروبية، وهنا يعني يخشى أن يكون هناك إجراء لرؤوس الأموال بحثاً عن العوائد المرتفعة والأكثر استقراراً، وممكن أن يضرب الاقتصاد الأوروبي لفترة. بالتالي العملية معقدة بعض الشيء للاقتصاد الأوروبي، وهذا يرمي بظلاله على اليورو كعملة عملة أوروبا الموحدة.
طيب استاذ رائد، يعني اليوم نبقى في موضوع كورونا، يعني هل حركة توزيع اللقاحات لتحريك عجلة الاقتصاد هل هي كافية أم نحتاج إلى المزيد من السرعة لإعادة التوازن بين البلدان؟ بلا شك هي ليست سريعة بالشكل المطلوب، ولا يوجد يعني خلينا نقول توزع ويعني عادل نوعا ما لهذه التطعيمات. طبعا هذا يضع ضغوط على الحكومات بشكل أكبر، لأن يكون هناك السعي لرفع مستويات التطعيم في ظل أنه في عندنا دول عم تبحث عن حصانة إضافية وعن جرعات ثالثة وما إلى ذلك. بالتالي يعني هذه المفارقة يجب أن يكون هناك سعي أكبر لعملية التطعيم، لأنه إذا ما كان عندي التطعيم مشمول على مستوى العالم كله، مهما اتخذت من إجراءات دولية محدودة سوف تكون تبقى محدودة، لأنه عملية التنقل والسفر والترحال هي التي تخلق المجال لعودة هذا الفيروس إلى دول أخرى. ففي نقطة مهمة جدا، عودة أو مسيرة التطعيمات حتى الآن في بعض الدول قد تجاوز نسبة التطعيم فيها 80% إلى 85%، مثل دول بعض الدول في الخليج، وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال نوعا ما يعني أقل من المستوى، لم تصل لمستويات 70% تقريبا أو عند هذه الحدود. بالتالي يوجد المجال لأن يكون هناك تسريع قبل الدخول في موسم الشتاء مثل ما ذكرنا. طيب ننتقل إلى موضوع النفط، يعني اليوم كيف ترى مستقبل النفط في هذا، خاصة في ظل التذبذبات في أسعار النفط، يرتفع أقل من دولار أو دولار أو حتى يصل إلى دولارين ويعود بعد تارة أخرى للانخفاض السريع، يعني كيف ترى مستقبل النفط مع ظل هذه التذبذبات السعرية؟ يعني احنا بعد أوبك بلس الاجتماع اللي كان نوعا ما يوصف بأنه الأسرع بين اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط، يعني كان في عنا بشكل واضح اتفاق على أنه لا حاجة حاليا لأي إجراءات. ما يقوم به النفط حاليا هو عملية تمثيل للسعر الفير العادل السوقي المناسب جدا للمرحلة اللي احنا فيها. أعتقد أسعار أعلى من ذلك سوف تخلق أزمة فيما يتعلق بمستويات التضخم، وبالتالي سوف يؤثر ذلك على الطلب، وبالتالي المنتجين لا يبحثون عن هذا الأمر. أسعار أدنى من ذلك ممكن أن يعني تعزز من نوايا بعض الدول الموجودة داخل منظمة أوبك أو من الحلفاء لهذه المنظمة، أنه يبحثوا عن مزيد من الإنتاج للاستفادة يعني بشكل أكبر. بالتالي العملية جدا حساسة فيما يتعلق بأسعار النفط. نحن عم نبحث عن مستويات ميالة أن تكون إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع. ليش؟ لأنه في عندي أولا عملية تشديد السياسة النقدية للدولار الأمريكي ممكن أن تسبب ارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي، وبالتالي انخفاض في قيمة كل السلع المقيمة به. وفي نفس الوقت أيضا عندي يعني عودة الطلب للارتفاع نوعا ما بطيئة، في ظل عندي زيادة تدريجية الانتاج النفط من الدول المصدرة، بالتالي يعني أول الدول التي منتجة للنفط تزيد تدريجيا أكثر من 400 ألف برميل شهريا، وهذه العملية سوف تخلق فائض في المعروض إذا لم يتحسن الطلب. بالتالي أيضا عبء إضافي على أسعار النفط قد تضغطها بالاتجاه الهابط. وأعتقد شهر 9 رح يكون مصيري فيما يتعلق بأسعار النفط وقيمة الدولار الأمريكي. اليوم أسعار النفط توقع بعض المحللون أن تصل أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا، وذلك بفضل البيانات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة عن المخزونات، اللي تقدر بأنه هنالك 5 سنوات تبقى المخزونات الأمريكية هي في حاجة إلى أكثر والمزيد من النفط، لكن التوقعات خالفت وانخفضت أسعار النفط. كيف ممكن الربط بين تصريحات المخزونات الأمريكية أو البيانات المخزونات الأمريكية مع سلسلة الانخفاضات؟ بلا شك المخزونات الأمريكية منخفضة كانت في الفترة الماضية، وبالتالي كانت عم تحاول تستغل الأسعار المتدنية التي تم الشراء منها، ومن ثم تجنب الشراء عند الأسعار الحالية. ولكن بقاء أسعار النفط عند مستويات 70 وعدم إمكانيتها بالنسبة للـ WTI، نحن عم نتحدث بالصعود بشكل أكبر،
يعني هذا دليل واضح على أنه كان هناك سرعة عملية زيادة الإنتاج بالمقارنة مع سرعة تحسن الطلب، بالتالي هذه المعادلة أو هذه المفارقة هي ما سببت عدم إمكانية أسعار النفط الارتفاع بشكل أكبر وبقاء عن مستويات 68 دولار للبرميل نحن اليوم، بالتالي لم تتمكن حتى من استقرار كثيرا فوق مستويات 70 دولار للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس. هذا يعطيني أنه أنا في الفترة الحالية سوف يتم استخدام المخزونات وتم الشراء من الأسواق، لكن ما ننسى كمان عندي معروض نفطي عم بيزيد، بالتالي أي زيادة في الطلب يتم مقابلتها بشكل سريع. في عندي بعض العوامل المؤقتة التي ساعدت على الارتفاع مثل الإعصار، مثل وأيضا نحن مقبلين على إعصار آخر في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن يؤثر على عملية الإنتاج. وأيضا نذكر أنه كمان أنا في عندي زيادة مضطردة وتدريجية في عملية المعروض النفطي، وهذا يدعم بقاء أسعار النفط مستقرة عند المستويات الحالية على الأقل حتى نهاية تعاملات هذا العام. بالتالي الفرصة كانت أمام أسعار النفط أن تحقق 80-85 دولار البرميل في شهر 6، ولكن نحن الآن يعني وصلنا شهر 9 ولم تتمكن من الوصول إلى هذه المستويات، بالتالي أعتقد سوف نبدأ بسيناريو هابط ما أن يبدأ الحديث عن تشديد في السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب ننتقل الآن إلى موضوع الذهب وهذا المعدن الأصفر الذي واصل ارتفاعه تجاوز 1800، لكن أيضا دائما يتراجع. كيف ترى مستقبل الذهب والمعادن الأخرى؟ يعني الذهب هو معدن لا يدر عاد، يتم التوجه إليه عندما يكون هناك قلق من تغير السياسات المتبعة أو قلق من الأسواق، وبالتالي يكون كملاذ آمن إن صح التعبير. راح نشوف موجة من الارتفاعات على أسعار الذهب حتى يتم البت بموضوع السياسة النقدية في العالم. طبعا يترأس هذا الموضوع الولايات المتحدة الأمريكية أول من سوف يقوم بتغيير سياسته النقدية بتشديدها أو بتقليص برامج شراء السندات والبحث عن عمليات رفع أسعار فائدة. هذا العملية هي التي من شأنها أنه تأثر على أسعار الذهب بالاتجاه الهابط. ما لم يحدث هذا الأمر، بالتالي أسعار الذهب ستواصل الارتفاعات في الفترة الحالية، لأنه في عندي أولا عملية تمويل للحزم التحفيزية المالية التي تم ضخها في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي نحن عم نتحدث عن جزء كبير منها سوف يتم تمويله من الرفع في مستويات الضرائب، وبالتالي هذا عم بيكون عندي عبء على الشركات، وبالتالي سوف يغير من توجهات المستثمرين من أسواق الأسهم إلى أسواق أقل مخاطرة حتى يكون هناك نوعا ما موازنة إلى أن تعود السندات الارتفاع حتى يقومون بالتوجه نحو الملاذات الآمنة. بالتالي يبقى المستثمر يعني لا يوجد أمامه خيارات إلا أن يتجه نحو الذهب في الفترة الحالية لتحصين نفسه من التقلبات في الاتجاهات اللي راح تحدث خلال الربع الأخير من هذا العام. بالتالي راح نواجه هذه العملية الارتفاع على الأقل حتى شهر 9، خلينا نقول منتصفه أو الأسبوع الأخير من شهر 9، ممكن أن تشهد أسعار النفط عودة ومناورات قد تصل حتى إلى مستويات 1900 دولار للأونصة إذا كان هناك زخم أكبر للتعاملات اليومية. طيب ننتقل إلى البنوك المركزية العالمية، هذه البنوك تشكل أيضا نقلة في مستويات النقد العالمي، وأيضا موضوع الأسعار الدولار تؤثر بشكل كبير. هل ستقدر هذه البنوك على الموازنة بين مخاطر تأثير فيروس كورونا وعلى النمو الاقتصادي وأيضا مخاطر التضخم التي ذكرتها قبل قليل؟ البنوك المركزية ليست مهمتها أن تقوم بهذا الأمر، وليس مهمتها أي، مهمتها تراقب الوضع وتقوم بالإجراءات. من مهمته للاحتواء الأزمات هي السياسات المالية، أي يعني الحكومات هي التي تقوم بعمليات الاحتواء لموضوع كورونا أو الحالات وارتفاع الحالات، ومن ثم تقوم يعني اتخاذ إجراءات مالية ومن شأنها أن تحتوي الأزمات الاقتصادية. ولكن
بالنسبة للبنوك المركزية هي عبارة عن مراقب خارجي لوضع الاقتصاد يتصرف عندما تحتاج الأمور للتصرف. بما يتعلق بالقرارات الأخيرة للبنوك المركزية هي قررت بشكل مجمل حول العالم تسهيل السياسة النقدية، أي القروض أن تصبح رخيصة، أسعار الفائدة متدنية، عملية شراء ديون وشراء السندات بشكل دائم لتوفير السيولة في الأسواق حتى لا يكون هناك يعني انكشاف إن صح التعبير لاقتصاد دولة معين. بالتالي توفير هذه السيولة الرخيصة من شأنه إبقاء الأعمال مستمرة ويعني عملية الاستدانة لتمويل الرواتب ومن تمويل عمليات الإنتاج وما إلى ذلك وعمليات تسيير الأعمال إجمالا بالنسبة للاقتصاد. هذا ما يقوم به الآن. بقاء هذه السياسات التيسيرية لفترة ممتدة ممكن أن يخلق مستويات تضخم قد تمتد مثل ما عم نشوفها الولايات المتحدة الأمريكية عند 3-4%، يعني بدأنا نشوف مستويات أعلى من المستويات الطبيعية، وهذا يعني دق نواقيس الخطر أنه يجب امتصاص هذه السيولة الفائضة من خلال رفع أسعار الفائدة. بالتالي البنوك المركزية في الفترة الحالية تبحث عن عملية انقلاب في قراراتها أو في سياستها من سياسة تحفيزية إلى سياسة تشددية فيها أسعار الفائدة تبدأ بالارتفاع تدريجيا، وذلك لخلق أو لاحتواء التعافي الاقتصادي والإبقاء عليه لفترة ممتدة. لأنه إذا صار في عندي سيولة كثيرة ونقد كثير هذا سوف يسبب ارتفاع في مستويات التضخم، عدم إمكان المستهلكين على الشراء، وبالتالي انخفاض في قوة العملة داخل الدولة بشكل كبير جدا. يجب أن يتم رفع أسعار الفائدة يعني تحقيق عودة تراجع التضخم إلى المستويات المستهدفة. طيب سيد رائد، في سؤال أخير إلى موضوع العملات الرقمية بدقيقة واحدة، كيف نقيم أو كيف ترى مستقبل العملات الرقمية في العالم بعد تصريحات إيلون ماسك وأيضا منع التعدين من قبل الصين؟ أعتقد في عندنا لسه موجة حادة من التوجه نحو العملات الرقمية خلال التعاملات الشهر سبتمبر والشهر القادم. سوف تبقى الأعين متجهة إلى بعض العملات الرئيسية على رأسها البيتكوين، معرضة لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة قبل أن يتم اتخاذ أي إجراءات. أعتقد عملية يعني نربط ما بين سياسات الفيات ماني أو الأموال العادية والمقررات البنوك المركزية وما بين توجه المستثمرين إلى الملاذات، نوعا ما ملاذات جديدة لن أسميها آمنة ولكنها عالية المخاطرة ولكن عالية العوائد كذلك الأمر. أعتقد الآن في توجه وعودة مجددا إلى العملات الرقمية خلال الشهرين القادمات ممكن أن يسبب نوعا ما طفرة وعودة بالأسعار إلى مستويات أعلى. عدا عن ذلك الصين من أكثر من عام 2016 وهي تحارب ولم تتمكن من إيقاف هذه العملات، كذلك الأمر يعني يوجد يعني ابتعاد عن المركزية في العملات الرقمية يبقي على جاذبيتها إجمالا. الأستاذ راضي السيد رائد الخضر، حياكم الله، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا.